عصركم جهلت مناكم الرزق يومكم. مدينة الرمادي لا تزال تشهد عمليات عسكرية مستمرة لتحرير ما تبقى منها وطرد عناصر تنظيم داعش الذين سيطروا على المدينة في منتصف أيار من العام الماضي. عملية إخلاء العوائل لا تزال مستمرة من عدة قواطع في الرمادي وتأمين الطرق لها باتجاه المخيمات في المدينة السياحية وعامرية الفلوجة. حالة مأساوية بالنسبة للعوائل من قبل المحاصرة من قبل داعش، قام بضربهم وتفجير عدة عبوات عليهم أثناء الخروج من منطقة الصوفية. تم تحرير عدة العوائل ما يقارب 100 عائلة من منطقة الصوفية بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب وشرطة الأنبار. تمكن أبطال فوج طوارئ الأنبار التاسع بإخراج العوائل من قاطع حرب فراج كي نرسلهم إلى المدينة السياحية ووصلهم إلى أهلهم بسلام. الحمد لله على سلامتكم. الله يعطيك العافية. انتم بأمان ان شاء الله يا مطلع. ان شاء الله بأمان. الأجهزة الأمنية تواجه تعرضات مسلحة من عناصر داعش وهي في طريقها لإنقاذ العوائل وتحرير المناطق. التعرض اللي نتعرض له قناصات وعبوات ناسفة وإضافة إلى هونات، لكن الحمد لله والشكر كلها مقدور عليها الأبطال والجهود الخيرية اللي نقضى عليهم إن شاء الله. مصادر رسمية أكدت لقناة الفلوجة على إنقاذ نحو 10,000 شخص في مناطق الرمادي ومحيطها، فيما باشرت الفرق البيئية في إجراء مسح وتشخيص للمناطق الملوثة ومدى إمكانية استقبالها للنازحين وخاصة في مناطق 5 كيلو و7 كيلو غرب الرمادي. سلام خالد، قناة الفلوجة.